الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. صدق الله العلي العظيم. علماء النفس يذكرون أن أهم آفات العقل اصطلاح يذكرونه بعنوان آفة المرسات. العقل مهيئ، مجبول، مصنوع بكيفية أنه لا يتوقف عند عتبة الإدراك. عندما يدرك شيئاً يستحيل عليه أن يتوقف عند هذا الشيء الذي أدركه، لابد بشكل ممنهج، بشكل ميكانيكي آلي يبدأ هذا الشيء الذي تم إدراكه، يبدأ بالتوليف، يبدأ بتركيب هذا الشيء مع معطيات أخرى مخزونة في ذاكرته. هذه العملية يعتبرها علماء النفس من أهم عوامل المرضية بالإنسان، من أهم مناشئ الانحراف العقلي، التوليف. هذا اللاتوقفية في العقل، العقل يستحيل عليه أن يتوقف، لابد، مجبول، مهيئ هكذا. الله تبارك وتعالى هكذا اختار للعقل هذه العملية، أن لا يتوقف عند الشيء الذي يتم إدراكه. إذا أدرك العقل شيء رأساً بشكل لا إرادي، بشكل ممنهج، بشكل آلي، يبدأ يولف. يولف شنو؟ هذا الشيء اللي أدركه، يبدأ العقل يستجلب، يسحب معلومات مخزونة، معطيات سابقة، يستجلبها من المخزون العقلي، ثم يبدأ توليف بين هذا الشيء الذي أدركه للتو مع هذا المخزون السابق، وثم يبدأ يستنتج. العبد، الإنسان، يذهب بعيداً جداً عن عتبة الإدراك، يذهب، يروح، يولف، يستنتج. بعد الاستنتاج يبدأ شنو؟ يعطي اطراد عمومية للحكم، ثم يبدأ ينقل هذه الاستنتاجات إلى مجالات أخرى، ثم يبدأ بفرض ضرورة على هذه الاستنتاجات، لا يقف عند حد. هذا ما هو مجبول عليه العقل، عقولنا مجبولة على هذه العمليات. وقضية تصدر بلا إرادة، وهي هذه العملية، هذه الديناميكية العقلية، هي أبرز الجانب المشرق جدا في العقل، أبرز طاقات العقل. ولكن بالنتيجة هذه هي التي أبرز
امتيازات العقل تتحول إلى أهم المرضيات في الدنيا. تردينا شنو هي هاي العملية؟ أهم عوامل الشقاء في الحياة هي هذه، هي هاي العملية اللي هي أهم طاقة ديناميكية في الإنسان، طاقة العقل، حركة العقل، عمليات العقل. كيف؟ لماذا؟ أكفت بحث دائما إحنا كنا نبحثها في علم الأصول. علماء الأصول لاحظوا منذ مئات السنوات، أستاذ الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، فد عالم كبير، السيد محمد المجاهد الطباطبائي، هذا عنده كتاب مفاتيح الأصول من ذاك الوقت، يمكن من قبل، أنا الآن ما أستحضر، وإلى يومنا هذا علماء الأصول يصرحون أن العقل ليس شأنه الحكم، ليس دوره الحكم، العقل فقط وفقط شأنه دوره أن يدرك، ما له حق يحكم. عجيب، إذا العقل ما يحكم فشنو فائدة العقل؟ بس الإدراك خوح الحيوانات أم تدرك؟ إذا الحيوان مثلا، شوفوا مثلا حمامة، حمامات إذا صدر صوت عالي في مكان، هذا الصوت عندما يبلغ الحيوان تدرك أن هذا خطر، فورا تفر. فشي من المسلمات صاير في علم الأصول، أصول الفقه، نص عبارتهم ليس شأن العقل الحكم، العقل فقط وفقط يحكم يدرك. خب كلما حكم به العقل حكم به الشرع، هذه الأشياء شنو يقولون؟ كل هذه مسامحات، العقل مو شأن الحكم، العقل ليس دوره، ليس معد للحكم، العقل فقط يدرك. خب شنو فرق مع الحيوانات؟ يقولون عقل الإنسان يدرك أمورا تفوق الحد الدرجة القصوى لإدراكات، بس العقل الإنساني يدرك أحسن من ما يدركه الحيوان. هذا هو. شوفوا إلى علماء اليوم، إلى علماء اليوم، أنا شايف الميرزا النائيني الكبير هذا، على كل حال تلامذة الميرزا النائيني في كتب أعيان الفقهاء، فطاحل الفقهاء إلى يومنا هذا، لاحظوا يقولون العقل ليس شأنه الحكم. عجيب، لحد إذا العقل ما يحكم شنو فائدته؟ أصلاً العقل عقولنا معدة للحكم، هذه الآلية الله تبارك وتعالى جعلها في الحكم، في العقل. إحنا ما نقدر إذا نسمع شيء، إذا نشوف شيء، إذا نتلمس شيء، رأساً عقلنا يشتغل، هاي عمليات العقل تبدأ. احنا مجبولين على هذه العمليات. المشكلة وين؟ المصيبة وين؟ المصيبة، مناشئ المصيبة، انا في نظري هذا الذي وقع فيه اعيان الفقهاء بل الاصوليين، هذا في علم الاصول، اصول الفقه. السبب شنو؟ الاشكال ليس على العمليات العقلية، عقولنا معدة لهذه العمليات، مجبولة. المشكلة في شنو؟ المشكلة في، يعني إذا نريد نبحث عن المناشئ، مناشئ هذا التخبط، خمسة عوامل أكو، لاحظوا هذه كلش مهمة. أولا المنبع اللي العقل يبدأ يستجلب من عنده، المنبع، منبع رديء، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وما أوتيتم من العلم، وما أوتيتم، ما أوتيتم من العلم إلا، هاي المصيبة الأولى، ماكو علم، ماكو فهم، ماكو تعب. إحنا ما نتعب، إحنا يوم القيامة يبين أن أقل عضو في جسمنا شغلناه فعلناه هو عقولنا. إحنا دائما عضلاتنا تشتغل، أقل شيء أنهكناه في الحياة هي عقولنا. المخزون العلمي رديء، هذا المخزون العلمي فيه أكو أشياء بس جدا رديئة، المنشأ الأول الضحالة الفكرية، ضحل. شنو إحنا نعرف؟ شنو فهمنا؟ شنو درسنا؟
كم كلمة درسنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عنده خطبة حقيقة ليس وراءها كلام بعد. يقول أيها الناس، تعبير أمير المؤمنين، هاي الخطبة واردة بسند معتبر في الكافي، واردة في دعائم الإسلام، في أمالي الشيخ الطوسي، كتب المعتبر الشيعية تذكر هذه الخطبة، في نهج البلاغة موجودة هاي الخطبة. يقول أبغض الخلائق إلى الله منه رجلان، أبغض الخلائق. ليش الله يعبر قتل الخراصون؟ يعني الموت لهذه الفئة. والخراصون منهم في آيات ثلاث الله يقول إن يتبعون إلا الظن إنهم إلا يخرصون. شوفوا إن يتبعون، ثلاث آيات في ثلاث سور، في آية رابعة أكو إن تتبعون إلا الظن، وإن الآية وإن أنتم إلا تخرصون، هاي آية رابعة. شوفوا النكرة في سياق النفي، القرآن يقول ما عنده شغل إلا أن يشنو يتبع الظن، ما عنده شغل آخر. في آية رابعة يقول ما عندكم شغل إلا اتباع الظن، وماكو تصرف إلا التخرص. تخرص يعني شنو؟ يعني أوهام، يعني شنو؟ يعني اتباع أمور وهمية، اتباع أمور تخمينية. الإنسان ما يتمكن يبني حياته على سلسلة تخمينات، ما يصير. إحنا نبني استراتيجيات حياتنا على مجرد شنو؟ انطباعات. الحياة الحقيقة مو هذا الانطباع اللي أنا عندي، الحقيقة شيء رصين، ولا يمكن أن يدرك الإنسان الحقيقة بهذه الكيفية. غاندي هذا تعبيره، يقول الحياة تجربة تزييف الحقيقة. إحنا بالحياة شنو؟ نجي بس نزيف الحقيقة. ليش؟ لأن كلها أحكام تصدر من واقع ضحل رديء، فد منبع مخزون جدا رديء. هذا وين يوصلنا إلى نتيجة؟ في كل تصرفاتنا، تربيتنا حسب هذه الانطباعات، نربي أولادنا حسب شنو؟ حسب انطباعات. هذا التخمين، هذا التخرص، أوهام، مجموعة أوهام، ولكن نعطيها قالب شنو؟ قطعي. شوفوا المناشئ، خل أذكرها أولا. المنشأ الأول رداءة المخزون، فتشي الضحل، لا دارس نهج البلاغة، لا دارس فقه، لا أصول، لا منطق، لا نحو، لا صرف، لا علوم أكاديمية، هج. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول في هاي الخطبة إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، يقول ارتوى من آجن، يعني من ماء متعفن. هذا ارتوى من شنو؟ واكتنز من غير طائل. اكتنز هذا المخزون، شوفوا اكتناز كنز، هذا مخزونه من شنو؟ من فشي غير طائل، يعني ما بفائده. فكم كلمه متعلم، بعدين يقول جلس بين الناس قاضيا، كم كلمه متعلم، راسا يقعد يولف. يا اخي ما هكذا تورده يا سعد الابل، مو هيك طريقه توليف. العلم شيء جدا جدا دقيق، الحقيقة جدا غامضة. المصيبة الأولى المخزون الرديء، هذا المنبع الضحل. المصيبة الثانية الاستجلاب، عندما يشوفه يريد يولف. شوف الآن بارحة أمس أو الأمس، هسه عنده فتشي مال سنوات هاي ناسيها، يستجلب آنيا بارحة أمس شنو عنده فد مخزون، يبدأ هاي المصيبة الثانية استجلاب من فتشي آني مال فتشي مال كم يوم قبل. هسه المخزون كله ضحل، فكيف الشغلة اللي هي مدركها يومين ثلاث؟ هاي المصيبة الثانية. المصيبة الثالثة عملية التوليف، يولف يركب شغلات مو متناسقة، هي العملية بها ضوابط بها قواعد. التوليف إلى قانون، مو كل شيء يتولف مع كل شيء،
كل حدث يمكن تولفه مع كل مخزون علمي. هذه المصيبة الثالثة، عملية التوليف. المصيبة الرابعة، مسألة التعميم، مسألة الاضطراد، يعمم. هذا الحكم اللي الآن مثلا تيقن به في هذا المجال، هذا قطعا يجري في كل مجال. الأمور مو هالشكل، ماكو تشابه بهالدرجة، اضطراد. والمشكلة الخامسة أنه يجعل عليه طابع كليشة هالشكل، يختمها بشنو؟ بأنه هذا هو الوحي المنزل، هذا هو اللوح المحفوظ. من أين؟ أمير المؤمنين هذا التعبيرة، شوفوا يقولون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لا يعظ على العلم بضرس قاطع. ما فاهم العلم عدل، ضرس قاطع، هاي عظة قوية هاتشي، مثل فد واحد ما عنده ضروس، شايفين بشفافة يريد يقطع شغلة ما تتقطع، شايف شلون العملية انت تصورها، ما أريد أمثلها هالشكل. أمير المؤمنين يقول طريقته هالشكل، ماسك الشغلة، العلم ما يصير الشكل، يمصمص بالشغلة يشي. لم يعظ، هذا التعبير في نفس هاي الخطبة، أبغض الخلائق إلى الله. أولاً أمير المؤمنين يقول ذمتي بما أقول رهينة، شوف التعبير مرعب، يعني شوف هذا يكشف أن أمير المؤمنين، وإلا إحنا خب ما عدنا شك بأمير المؤمنين، ليش هالتعبير؟ هذا تنبيه، دير بالك. أريد أقول كلام جداً خطير، ذمتي بما أقول رهينة، ذمتي، تعبير أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم، زعيم فعيل، يعني بكل تأكيد أعتقد. شنو بعدين يقول؟ إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل قمش جهلا، هو جاهل موضع في جهال الأمة، هو جاهل بس مصيبته شنو؟ أنه يقعد يولف، هاي التوليف كارثة، هاي التوليف اللي تردي بالإنسان، هذا التوليف اللي الله، هذا منطق قرآني، الله يعتبرها هاي عملية التوليف أنها شنو؟ تصلح أن يقول قتل الخراصون، الموت الله يقول للخراصون تخرص. بعدين شنو المشكلة الثانية؟ مشكلة أنه الإنسان يمارس هذه العملية في كل أبعاد حياته. إحنا كيف نربي أولادنا؟ صدق عندنا علم قاطع؟ درسنا عدل؟ شنو آلية التربية؟ شنو قواعد التربية؟ شنو بروتوكولات التربية؟ كيف نمارس تجارتنا؟ بالله عليكم تجارتنا شلون؟ ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيته، مو هالشكل؟ هذا مو منهجنا في الحياة؟ هذا يصلح منهج؟ هذه تصلح هذه الطريقة؟ تصلح طريقة حياة هذه؟ كل حياتنا هالشكل، دراستنا هالشكل، إدارتنا هالشكل، استمتاعنا بالحياة هالشكل، كل واحد على طريقة. وهل هذه الطريقة هي رسالتنا في الحياة؟ إحنا ما مخلوقين عبث، كل تصرف فينا تصرف بيه دقيق، استراتيجيات حياتنا نبنيها على تخرصات. فد واحد من العلماء أدركت أنا، سمعت القصة منه، من أقربائنا بس مو من العائلة، من المنتسبين إلنا، عالم الله يرحمه، كبير متقي ورع. أنا سمعت القصة منه، يقول أنا كنا طفل أطفال، أبونا كان فقير جدا، وأبوهم كان عالم من العلماء، كان فقير، يقول كنا نعيش الحياة حياة بؤس ضنك. فيقول أبونا كان عنده معرفة بعلم الجفر، كان يجيد علم الجفر، كان عنده فت كتاب، هذا العالم كان ينقل، أنا سمعته منه، كان ينقل القصة للوالد من زمان. فيقول والدي كان عنده فت كتاب كله على كل تخطيطات علم الجفر، تدرون حسابات، عن طريق علم الجفر يقدر الإنسان يستكشف بعض الغيبيات. كان يقول أبونا كان عنده فت كتاب قديم من أساتذته في موضوع علم الجفر، وهذا هو هم كان يجيد علم الجفر، كان يتقن هذه الحسابات، جداول كانت، يقول أنا أتذكر كانت كلها جداول. ففد يوم ضاق به بعد الفقر،
طلعت روحه خطية وإحنا عياله كثر كنا، فاستعمل الجفر طلعت عدة. النتيجة أنه عن قريب راح الثوم بالسوق يصعد يصير غالي. هو هم ما كذب خبر، رأسا راح باع بيته. هذا العالم يقول أبونا راح باع بيته وباع ذهبات أمي وخواتي واستقرض من أعمامي عماد عماتي وأموال أعمامي كذا، راح اشترى أطنان ثوم. بعد علم جفر هذا يقول بيوت أقربائنا بالسراديب كلها خزنها ثومة، لأنه مكان بارد يكون حتى لا يفسد الثوم. اشتروا خزن، ما لم تمض أيام بعد هذا التخزين الهائل للثوم في كل بيوت أقربائنا، يقول بدأ الثوم ينزل، نزل نزل، بدأ ينزل يوم على يوم، كل يوم تفتح الأسواق تشوف السعر شوية نازل، مع أنه شنو من شرايين السوق شنو ساحب كمية هائلة من الثوم، مفروض لازم يصعد بس بدأ ينزل. يقول نزل نزل كل يوم، شهر شهرين كل يوم كان ينزل، حتى صار الثوم عشر السعر، الدينار صار 100 فلس، فداخ. فبعد مرة ثانية بدأ ينزل حتى صار الدينار 50 فلس، يعني 20. يقول أبويا شاف هالشكل باكر لازم يبيع هذا الثوم بسعر التبن، اضطر. على كل حال راح توسل بالذول التجار العمدة أنه تعال اشتروا مني عند ثوم. قالوا من يشتري هالجال مقدار ثوم؟ ثوم مال مثلا فت كمية هائلة. فتوسل بهذا وذاك، وأخيرا حتى لا يخسر أكثر ويبيع بسعر تبن باع الثوم كله. وبشنو؟ بسعر ما أدري 21 كذا من سعر اللي اشتراه. وبعدين وباع بالأقساط، هم باع يعني مو ناقد، بس أحسن مما يبقى ويفسد وبعدين يبيع. يقول ما صارت أيام بعد أن باع الثوم كله، صار حرب عالمية ما أدري كذا. هو في مشهد المقدس بدأ الثوم يصعد يصعد ويصعد ويصعد ويصعد، صار على تعبيره هو يقول قر صار سعر الثوم سعر الذهب هتش صعد. يقول أبونا اندق ومات، مات في شبابهم كان. يقول احنا صرنا يتامى، غير انه هاي ديون بيوت البيت خراح راح، الاموال من اهل من الام والخوات والعائله كلها كلها قعدت على الرينج. هذا اسلوب حياه؟ هذا اسلوب حياه؟ لا، ذاك اليوم اللي انت تريد تقدم على شوف على البازار من خلال حسب اخي انت كم كلمة متعلم من علم الجفر؟ ما هكذا تورد علم الجفر. صحيح هذا علم منسوب إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بس إلى قواعد هذه، من مجرد الإنسان تعلم كم كلمة ما يصير يتدرج في هذا العلم. معقد العلم، العلم به أبعاد زوايا كلش غامضة. إحنا حياتنا كلها هاي أسلوب حياة إنسان يبني عليها استراتيجياته. بالله عليكم عندما نتصدى لأمر، أي أمر يكون في حياتنا، هل نتصدى بمخزون احترافي مهارة أكو خلفية علمية عدلة؟ ماكو. كم كلمة الإنسان متعلم ورأسا يرتجل. هذا وادي جدا غامض. الإنسان مصيبته تدرون شنو؟ حتى الشغلات اللي يدركها يعني يطلع عليها، إذا كانت غامضة، إذا كانت فيها غموض، بها أسرار ما يفهمها، يبدأ يولف. أنت أصلا لا يجد لها تفسير. أكو بعض الأوقات الإنسان يشوف شغلة أصلا ما يفهمها عدل، بس شنو يقدر يقعد راحة؟ الإنسان يقدر يقعد راحة؟ مستحيل. نعم، المشكلة شنو؟ أن عقولنا مجبولة على هذه الحالة. ما يخالف، أنا لا أريد أن أتبنى آراء هذول الفقهاء اللي يقولون العقل ليس له الحق في الحكم. أريد أوجه كلامهم، العقل مجبول على الحكم،
أريد أوجه بيانهم أن الحكم العقلي لازم يبتني على معايير. ما يصير الإنسان بكيفه يحكم، ما يصير الإنسان على طريقته يحكم. هذا ليس أسلوب للحياة حقيقة، هذا دمار للحياة، هذا إيقاع بالنفس في المهالك. أنت لما تحكم، أنت لما تستجلب معلومات وتبدأ تولف وتبدأ تحكم، باكر تقدر تقعد راحة. هذا الحكم يقودك، يفرض عليك أن تتحرك. عندما تولف تقتنع أن الشغلة الكذائية صحيحة، لا إراديا أنت تتبع هذه الشغلة. هذه قضية تحتاج إلى علاج. الإنسان شوية يوقف، يتوقف. هذا التعبير القرآني حقيقة تعبير دقيق، تعبير جدا قاسي. إن أنتم إلا تخرصون، إن أنتم إن تتبعون إلا الظن. الظن في المنطق القرآني إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني الظن فد انطباع صحيح، هذا لا ينطوي على ذرة من الحق. وإحنا الله في القرآن يقول إن تتبعون إلا الظن، يعني ما تتبع أي شيء إلا الظن. وين إحنا حياتنا تصير عدل؟ هذه الطريقة. حقيقة الحياة معقدة، حقيقة العلم معقد، في كل المجالات معقدة. إحنا عمرنا صرفنا الله يشهد 40 سنة تقريبا فقه أصول نحو صرف ومنطق معاني بيان علوم أكاديمية وفلسفة وعرفان وروايات ونهج البلاغة وتفسير وعقائد. أخيرا شوف ماكو شيء، ماكو. هذا المخزون مع هال40 سنة من الحياة، أشوف هيك ماكو. الإيد فاضية، والله فاضية. هذا انطباعي عن نفسي، ماكو. بالكاد أكاد أدرك بعض الأشياء. القضية مو هينة حقيقة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أقرأ العبارات، لاحظوا العبارة، هذا يقول: رجل قمش جهلا موضعا في جهال الأمة، عان بأغباش الفتنة. عاني يعني أسير، أسير. الذين هم في غمرة ساهون. غمرة تدرون يعني شنو؟ يعني ضياع، شيء غامر. يقولون غامر يعني غرقان. غمرة يقولون فتشخص إنسان مغمور. مغمور يعني شنو؟ يعني ضايع. الغامر يعني لك غرقان، الغرقان ما يبين شيء. فهم في غمرة يعني غرقانين في الجهل، ساهون على طول عمرهم يسهى الطريق. هذا تعبير أمير المؤمنين، تعبير القرآن الكريم. هذه حقيقة مشكلة لازم الإنسان يعالجها حقيقة. أكثر كلمة يتم انتهاكها في قاموس اللغة تدرون شنو؟ الحقيقة. شنو الحقيقة؟ كل شيء إحنا نتصور الحقيقة. الحقيقة شغلة كلش غامضة. ليش الحياة تجربة ممارسة تزييف الحقيقة؟ أكثر شيء يتم تزييفه في الحياة الحقيقة. والحقيقة شنو؟ في تربية الأولاد، في العمل، في التعامل مع الزوجة، مع الزوج، في التعامل مع الآخرين، في التعامل مع الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، المواقف، موقفنا مثلا تجاه القضايا والأحداث الموجودة. هذا الأحداث اللي الآن موجودة، هاي التحليلات تشوف، اقعد في ديوانية شوف عن كل قضية. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. هذا الله تبارك وتعالى جاي يأنب الإنسان. شبيك انت بكل شيء عندك تحليل؟ ما يصير أخي، اقعد شوف. يحللون كل قضية لها 1000 تحليل. أخيرا شنو الصحيح؟ أخيرا من بين هاي التحليلات، أخيرا الأمة وين جاي تروح؟ مصيرنا وين دي يروح؟ هذا الربيع العربي شنو؟ هذه القضية الكذائية شنو؟ شوف مليارات التحليلات ياهي منها صحيحة.
أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول إذا ازدحم الجواب خفي الصواب. إذا الإنسان ميت تحليل يسمع في الشغلة حتى لو بيها الصواب، إنسان أخيراً ميت ياهو منه الصواب ياهو منه باطل، فهم في غمرة. صحيح، قتل الخراصون، قتل الخراصون. القرآن يقول شنو الخراصون نتيجتهم؟ شنو؟ الذين هم في غمرة ساهون. كل حياتنا جهل وضلالة وانحراف وتخبط، وانت حدث ولا حرج. هاي حياتنا، انسان لازم عنده فد رجل قوية تضغط ضغط شديد على عملية شنو؟ اصدار الاحكام. لا تصدر حكم، احكام انطباعات اكو. يا اخي اذا الانسان بالليل شاف حلم، صحيح، ما يقدر مخلفات الاحلام يجعلها شنو؟ طريقة حياة في يقظته. الاحلام تترك مخلفات في البال. اذا شفت بالحلم ان فلان يعتدي عليك، هذا ما تقدر يوم تستيقظ تجي تاخذ ياخذه. مخلفات الاحكام ما يمكن ان تكون سلوكك في اليقظة. هاي التخرصات، هاي مخلفات احلام بالحلم، هذا انطباع بعد، صحيح، سلسلة انطباعات، مجموعة توهمات، افتراضات، مختلف افتراضات مختلفة، انطباعات يومية، نظريات ضحلة. هذه ما تقدر تكون أسلوب حياة، ما تقدر تكون استراتيجية حياة. هذا يريد لي هاي كبسة رجل على شنو؟ دواسة استصدار الأحكام. لازم إنسان يدوس عليه، لا تحكم رأسا، لا تبقى، لا تصير قاضي رأسا، لا تحلل رأسا، لا تستنتج رأسا، لا تخلي نتيجة رأسا، لا تروح على المفاهيم. ما ندري احنا شنو. هذا التعبير أمير المؤمنين شوش قد جميل، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه. شوفوا يكتتم لأنه يدري ما يدري هو شيء، لكي لا يقال له لا يعلم، حتى لا يقولون لا يعلم، ما يخالف خلي يقولون لا يعلم. لا يقعد يجيب فد أشياء حشو، وخاصة مظاهر حلوة، والناس يقولون به 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 به، هاي به به وراها بلاوي، وقفوهم إنهم مسؤولون. يوم القيامة الإنسان على كل كلمة يحاسب، على كل انطباع يبرزه يحاسب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالعبارة أنهيها حديثي من أمير المؤمنين جدا جميلة حقيقة، وكل عباراته جميلة. يقول ما قيل لشيء طوبى له إلا وقد خبأ الدهر له يوم بؤس. إحنا ندور كله على شنو؟ انطباعات جميلة في نفوس الناس، ليصير في أذهان الناس انطباع غير مرغوب عني. شبيك خلي يصير. ما قيل لشيء، مو للإنسان، حتى للجدار، ما قيل لشيء طوبى له إلا وقد خبأ الدهر. هذا خبأ صدق يرعب يخوف. الدهر لو يخبئ لك شيء صدق يخوف. الدهر هذا ما يدري الإنسان اطراق من وين يجي. الدهر هذا الدهر فجأة يصبح يشوف كليتين متوقفة عن العمل. الدهر ما بي شعور، تدري يسوق الإنسان يصفق صفق. إلا وقد خبأ الدهر له يوم بؤس. ليش هذا الانطباع؟ لأنه أنا ما أدري. قل ما أدري، خلي الناس يقولون هذا أثول أحسن. هذا الأثول تدري بمعادلات، أكو تدرون الحياة كلها معادلات. إذا نريد إذا نريد بهاي العقلية النفسة هاي نستنتج من كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ظاهرا الحكم العقلائي يقتضي ذلك، أنه ما قيل بالاستنتاجها لشيء بؤسا له إلا وقد خبأ الدهر له يوم سعادة. خلي يقولون هذا أخبار، خلي يقول شوي، خلي يقولون هذا ما أدري كذا، هذا راح يجلب لك السعادة. بالمعادلات هذه ديناميكية الحياة كلها، كل حياة فيها لوازم ملزومات ملازمات، هذا قواعد عقلية
ظاهرا يمكن استنتاج هذا الموضوع من كلام أمير المؤمنين، ما قيل لشيء طاح حظه إلا وقد خبأ الدهر له يوم سعادة ويوم فرح، يخبأ الدهر له. شنو الإنسان طاح حظ الدنيا؟ خلي الدنيا تشتم الإنسان، تستنقص الإنسان، شيل رجلك من دواسة استصدار الأحكام، خليها على دواسة البريك، توقف، توقف بكل قوة، توقف. حقيقة هذه الحالة في الإنسان مو مالت الأغبياء حقيقة، مال عباقرة البشر. البشر حتى العبقري رأسا اتفقنا العباقرة أكثر يقعون فريسة لهذه المصيبة، فريسة فريسة. العبقري تدري، الإنسان الجاهل أجلكم الله الأخبر، هذا ما يفتهم أقل يولف، يولف ها بس توليفاته سطحية. اتفقان العقلاء اللي يولفون ويقعون فريسة لهذا الجهل المطبق حقيقة، هذه مصيبة تحتاج إلى أولا توقف تأملي، ثانيا إرادة، تصميم، عزيمة للتخفيف عن هذه المفاهيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.